شط اسكندرية يا شط الهوى، رحنا اسكندرية رمانا الهوى يا دنيا هنية. شط اسكندرية وصلنا الساعة 10:30 كده ونمنا شوية، راحت علينا نومة الساعة 3:30 وكلهم نايمين. كان بحب بالنسبة لي ان انا انام تاني واستنى بقى مواس بقى صحوني. سلام. شط اسكندرية يا شط الهوى، رحنا اسكندرية رمانا الهوى. شايف الفيو؟ موجودة في القاهرة دي أعظم اختراع اخترعته البشرية. الصبح بسيب أكس إني وادي معتز وهو شغال في الكونو، وادي زبون بيضحك للكاميرا بيقول له الله 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 ايه ده يا نهار ابيض، وادي وشه وحش وادي وشه وحش وبيقول له قطع كمان قطع قطع يا نهار ابيض يا نهار ابيض. وادي كمال، وادي كمال قاعد على الكشان قاعد ملك ابو نيلي ابو نيلي على رجال البحري، يعني ضرب نار لرجال البحري، يعني كل قريه وليها مدينه الا بحري وهي المدينه. وادي استاذ عادل، استاذ عادل بص الكاميرا استاذ عادل، ادي كسوف يا ناس يا دي كسوف، وادي الضحكه البيضاء الحلوه، وادي الضحكه وادي كشير اللعين الله يحرقه بجاز مصري، وادي المحل، وادي الزباين بتوع الكاميرات، وادي الراجل اللي واخد منه كاميرا، وادي معتز هو بيلف لف كمان لف يا لف لف جاتو جاتو. وادي عادل اول مره بيضحك الكاميرا، وادي زوز اضحك كمان. منظر الغروب شكله فشيخ. وصلنا المول يا ديني خيرا. وصلنا المول شغال في الجزيرة ولا لا؟ بلوجر يوتيوب اقول له تورست سياحة تورست. ده انجليزي دي يا مرسي يا مسلي ما تتكلم. ايه الافلام السنه دي كلها ايه الفكره فعلا؟ ما يقعدوا يقولوا لك طب بص يا ابويا عمل ايه؟ طب بص يلا انا فين الهبل؟ ثانيه فين الهبل؟ يا ابني دي قصه مش بيحوروا فيها بجد. هو قال لك القصه دي هو اثنين قصة خيال وقصة حقيقية وممزوج ما بين الاثنين. هو قالها كده في أول الفيلم كتابة لو كنت بتقرا. لا لا بلدي وعايش ليها وفيها ألف طريق، في قلبي بلاقيها مهما طريق لأيامنا وطريق لأحلامنا حتة من الجنة ليه نروح لبعيد ولسه فيها كتير صور ما خدناش ولسه فيها أيام حلوة ما عشناش. يا انا كنت برا اصلا كان بره يا ابني والله انا كنت معاه ما عملش اي حاجه. يا جدعان خلصوا يا جدعان. فلوس ايه يا ابني؟ 20 جنيه يا ابني. جنيه معايا جنيه. تنيتن اصلا. خلصوا يا جدعان.